كان زمان معانا واحد في الحزب اسمه شهدي عبد الغفار، كان معارض شرس، جريء، ثائر حقيقي، ما كانش يهمه أي حاجة. فجأة لقيناه اتجوز وخلف وساب الحزب واعتزل العمل السياسي. ساعتها جبت بعنف وقلت عليه انه باع القضية. يا استاذ شهدي ما انا عارفه، ده دلوقتي شغال في الكويت. أرجوك يا عوض لو قابلته في يوم من الأيام قول له فوزي جمعة بيعتذر لك. قول له إن فوزي جمعة فهم أخيرا وبعد 50 سنة إن أي واحد بيشقى وبيجري على رزق عياله بشرف أحسن من أي زعيم سياسي. ايوه متولي. ايوه دكتور. بقاء لله. احلام تعيش انت. شد حيلك يا متولي، شد حيلك. احلام ماتت، ام عبد الحميد ماتت. ما هي في حياتك يا دكتور، ربنا يرحمها ويحسن إليها. بابي احنا فين؟ احنا فين؟ احنا عند عمك عوض في البيت بتاعه. مش انت قلتلي ان احنا رايحين لمامي؟ ما احنا لسه بقى هنركب المركب والمركب تمشي في البحر لغايه ما نوصل لماما. يا مامي اتصلت؟ اتصلت بس كانت تعبانه شويه. امال ليه ما صحتنيش عشان اكلمها؟ تعالى تعالى يا عبد الحميد يا حبيبي معايا، تعالى اوريك البحر والصيادين والشبك. تعالى كان نفسي فوزي جمعة ده يبقى معايا المرة دي، أول مرة في حياتي أنزل مظاهرات. دكتور فوزي بيمر بظروف صعبة قوي يا مدام كريم. خير؟ ده لسه مكلمني امبارح وقال إنه مسافر مع الولاد. مدام أحلام تعيشي.